مشاهدينا الكرام، احييكم من تلفزيون جمهورية صومال القومي والى حضراتكم النشرة الاخبارية وابرز ما فيها. وزير وزارة الشؤون الخارجية ومقابلة صحفية له. مسؤولي مشفى امراض العقلية في مدينة بورما وتسلمهم هبة من شركة جيبوتي كاربو. بدء مسابقة كرة رمضانية في مدينة عينبو. مشاهدينا الكرام، كانت هذه ابرز العناوين واليكم التفاصيل. وصل إلى أرض الوطن وزير وزارة الشؤون الخارجية معالي محمد بيحي يونس، وذلك بعد إنهائه زيارة عملية قام بها إلى دولة جيبوتي وإثيوبيا، وكان لدى استقباله عدد كبير من كبار مسؤولي بالحكومة. وصل إلى أرض الوطن وزير وزارة الشؤون الخارجية بجمهورية صوماليلاند معالي محمد بيحي يونس، وذلك بعد زيارة عمل قام بها إلى كلا من دولة جيبوتي ودولة إثيوبيا، وكان لدى استقباله نائب وزير وزارة الخارجية ومستشار رئيس الجمهورية للشؤون الهيئات العالمية والوطنية، ومستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحافة، ومستشار رئيس الجمهورية لشؤون السياسية، وعدد من كبار المسؤولين من بينهم سفير جمهورية صوماليلاند لدى دولة الصين ومدير عام تلفزيون القومي وبعد آخر من المسؤولين. هذا وعقد مؤتمر صحفيا في أرض مطار العقال الدولي بقاعة كبار الشخصيات، تحدث من خلاله لوسائل الإعلام عن أهمية هذه الزيارة التي بدأها بدولة جيبوتي الشقيقة، وذلك لكي يشاركهم في فرحتهم ليوم عيد الاستقلال 38، وعبر عن فرحته لمشاركتهم بهذه المناسبة الغالية. هذا وتطرق أيضا من خلال حديثه عن مشاركته بأحد المؤتمرات العالمية التي أقيمت بدولة إثيوبيا والتي شاركوا بها 140 شركة عالمية. هذا وأضاف متحدثا عن أهمية هذا المؤتمر وقضايا الرئيسية التي ناقشها المؤتمر، وهي كيفية رفع مستوى التجارة والاستثمار بجمهورية صوماليلاند، وخاصة بالطرق ومولدات الكهرباء وموارد المياه وغيرها من المجالات، وذلك لاعتبار جمهورية صوماليلاند دولة خصبة للاستثمار بها وينعم أهلها بالأمن والاستقرار. أجرى التلفزيون القومي بجمهورية صوماليلاند مقابلة مع وزير وزارة الشؤون الخارجية معالي محمد بيحي يونس، تطرق من خلال حديثه إلى عدة قضايا هامة تخص البلاد والمنطقة. أجرى التلفزيون القومي بجمهورية صوماليلاند مقابلة مع وزير وزارة الشؤون الخارجية معالي محمد بيحي يونس. هذا وأشار معالي من خلال هذه المقابلة إلى أنه من المؤسف جدا أن يدل الوهم بشؤون السياسة الخارجية أناس وشخصيات ليس لديهم علم ومعرفة تامة في هذا المجال، ويحاول من خلال وسائل الإعلام تضليل صورة الحقيقية للأمور والشؤون الدبلوماسية الخارجية لجمهورية صوماليلاند وعلاقتها مع دول الجوار والعالم. كما تحدث أيضا هناك معاليه عن الزيارة العملية التي قام بها إلى الدول الجوار، حيث أشار معالي إلى أن هذه الزيارة كانت ناجحة ومثمرة جدا، كما تلقينا من الأخوة هناك استقبالا رحما على مستوى رفيع وعال جدا. وكانت نتائج زيارتي وخاصة إلى دولة إثيوبيا بعد أن غادرت من دولة جيبوتي ذو أهمية كبرى بالذات، حيث شاركت هناك مؤتمرا للشركات الكبرى المستثمرة في دولة الصين، كما ساعدني في هذا الموضوع وزير الاقتصاد الجيبوتي والإثيوبي معا. وفي الختام هنأ معالي تعيين سيد باشا كسفير لنا بدولة الصين. صرح اليوم مسؤولي الحكومة الذين تم تعيينهم مؤخرا من قبل رئيس الجمهورية، صرحوا لوسائل الإعلام من خلال مؤتمر صحفي عن امتنانهم لرئيس الجمهورية على ثقتهم الكبيرة التي أولاها إياهم. صرح مسؤولي الحكومة الذين تم تعيينهم من قبل رئيس الجمهورية فخامة أحمد محمد محمود آدم، صرحوا لوسائل الإعلام المختلفة من خلال مؤتمر صحفي عقدوه بفندق المنصور بالعاصمة هرقيسة، شكروا من خلاله فخامة الرئيس الجمهورية على هذه الثقة الكبيرة التي أولاهم بتعيينهم في هذه المناصب الرفيعة. وتحدث في بداية هذه المناسبة سفير جمهورية صوماليلاند لدى دولة الصين سعادة عبد الرزاق محمود صليبان بكلمة بعث من خلاله شكره الجزيل لفخامة الرئيس الجمهورية على ثقته الكبيرة به لتعيينه بهذا المنصب، ودعا الله القدير أن يعينه على أداء واجباته الموكلة إليه. وتحدث أيضا نائب وزير وزارة الشؤون الخارجية سعادة أحمد آدم إسماعيل بكلمة أشار من خلاله إلى المهام الكبيرة الملقاة على عاتقهم بعد تعيينهم بهذه المناصب، وشكر أيضا رئيس الجمهورية على هذه الثقة وتعهد بأداء واجباته على أكمل وجه وأن يساهم في دعم قضية صوماليلاند والمساهمة في حصولها على اعتراف دولي لجمهورية صوماليلاند كدولة ذات سيادة.
تسلم اليوم مسؤولي مشفى أمراض العقلية بمدينة بورا ماهبة مكونة من مستلزمات غذائية من شركة جيبوتي كاربو التي مقرها دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك مساهمة منهم لمساعدة إخوانهم المرضى بذلك المشفى. تسلم اليوم مسؤول المشفى أمراض العقلية بمدينة بورما عاصمة إقليم أوضل هبة مكونة من مستلزمات غذائية من شركة جيبوتي كارغو والتي مقرها بدولة الإمارات العربية المتحدة، ذلك مساهمة منهم لتخفيف أعباء على أخوانهم المرضى بشهر رمضان المبارك. هذا وتحدث هناك أحد مسؤولي المشفى قدم من خلال حديثه شرحا مفصلا عن مكونات هذه المستلزمات الغذائية وكيفية توزيعها، وتحدث هناك أيضا الوكيل الرسمي لشركة جيبوتي كارغو السيد عبد الشكور أو علي، أشار من خلال التي بمجهودات الكبيرة التي تبذلها شركة جيبوتي كارغو والتي لا تعتبر المساعدات الأولى التي يقومون بالتبرع بها، وإنما يقومون بمثلها بكل سنة مرة وذلك بشهر رمضان المبارك. وفي الختام تحدث بكلمة مدير مشفى أمراض العقلية بمدينة بورما الدكتور عبد الرحمن، شكر من خلال حديثه شركة جيبوتي كارغو وكل من ساهم في إيصال هذه الهبة لإخوانهم المرضى، ودعا العلي القدير بأن يبدلهم حسنات وأجر عظيم وثواب عظيم. افتتح اليوم في ملعب مدينة عنبة مسابقة لكرة القدم الرمضانية والتي تقام مرة في كل سنة تزامنا مع حلول شهر رمضان المبارك. افتتح اليوم في ملعب مدينة عنبة مسابقة كرة القدم الرمضانية والتي تقام مرة في كل سنة تزامنا مع حلول شهر رمضان المبارك. وتحدث في هذه المناسبة منسق الألعاب الرياضية لوزارة الشباب والرياضة بإقليم سرار السيد حسين أحمد عود بكلمة إلى وسائل الإعلام، أشار من خلالها إلى أهمية تحفيز الشباب بمناسبة الرياضة وتشجيعهم أيضا من أجل بعادهم عن السير الشباب في الطرق الفاسدة و تعلم المخدرات وغيرها، كما أن هذه المناسبة تختلف عن غيرها بسبب حرمة هذا الشهر الكريم، بسبب تزامنها مع حرمة شهر رمضان الكريم المبارك، حيث يحاول جميعا مسؤولين ومواطنين رعاية هذا الشهر الكريم بعنوان كأس رمضان المبارك، كما نشكر معالي الوزير على بذل جهوده ودعمه المستمر والتي منها تقديم الأدوات والملابس الرياضية اللازمة لهؤلاء الشباب والإظهار لهم الوقوف معهم جنبا إلى جنب. كما تحدث أيضا هناك عمدة حافظة عنبة وسعادة أحمد غني عبد حاجي يوسف وعدد من أعضاء مجلس البلدية المنطقة، حيث عبروا عن فرحتهم وسعادتهم ببدء هذه المسابقة الرياضية، كما حثوا على الشباب بإبراز لعبة كرة قدم ترضي المشاهدين، إضافة إلى المحافظة على الأخلاق والروح الرياضية. مشاهدينا الكرام، كانت هذه نهاية نشرتنا الإخبارية لهذا المساء، قرأتها على حضراتكم من تلفزيون جمهورية صومالاند القومي. نشكركم على حسن الإصغاء والمتابعة، وشهر رمضان مبارك وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.